السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين مدينة بجاية وبلدية بريمنصور على امتداد 87 كيلومتر. إذن هذا الخط هذايا راه الأشغال راهي يعني على قدم وساق، وكما شاهدنا في الصور، وفي الآونة الأخيرة يعني في الأسابيع القليلة الماضية تم فتح الجسر النفق الثاني في هذا المشروع. إذن المشروع هذا يتكون من زوج أنفاق. الأول على مستوى هنا لا كونيكسيون شوية راهي ناقصة، إذا نكمل تحية حال. إذا المشروع هذا يتكون من زوج أنفاق. النفق الأول يقع في منطقة سمعون وفيه 668 متر، والنفق الثاني موجود على مستوى بلدية سيدي عيش وفيه 907 أمتار كما شاهد هنا لاحظ هنايا. وللملاحظة أن الأنفاق هذه تاع سكك حديدية، إذن ما فيهاش زوج أنفاق، يعني كاين نفق واحد وفيه كروازمون نتاع القطارات داخل النفق. ونترككم مع الصور والسلام عليكم.